اخويا اللقاح حتى اقول لك اللقاح راه فيه شي حاجه او ثاني ما ها الحاجه قال لك ما المهم كلشي ما يديرش ها اللقاح كلشي ما باش يديروا مارش علاش اخويا قال لك هذا الشيء راه تخربيق وصافي ما كاين اللقاح لا والو انت غير سمعتي داكشي اللي كاين اخويا.